والرياض. تنظم هيئة الأفلام الدورة الرابعة للمهرجان السينمائي الخليجي في فندق الفور سيزونز في الرياض بمشاركة صناع الأفلام والمؤثرين في مجال الأفلام السينمائية. الصورة كاملة بنعرفها مع الزميل فيصل القحطاني اللي يتواجد في هذا المهرجان. أمسي عليك بالخير زميلي فيصل، لو تعطينا للمشاهدين لمحة عامة عن هذا المهرجان، ما هي أبرز الأفلام الحاضرة والأسماء أيضا في هذا المجال؟ تفضل. يا هلا وسهلا فيك عهد، مساء الخير لك، مساء الخير مشاهدين قناة السعودية. طبعا أكيد نتواجد في المهرجان السينمائي الخليجي. طبعا هذا المهرجان الذي بدأ قبل أمس ويستمر إلى يوم الخميس. طبعا هذا المهرجان ليجمع عدد من الأفلام السينمائية يتم تحكيمها، أيضا إضافة إلى ندوات جانبية موجودة، أيضا اجتماع خليجي كبير لكبرى الممثلين. أنا صراحة احترت في الأسماء اللي قاعد أشوفها موجودة، لكن الآن بنتعرف أكثر على المهرجان مع ضيوف اللي تواجدوا معي، اكيد الفنان الكبير جاسم النبهان والاعلامي فاضل العماني واكيد الاستاذ خالد البريكي اللي اكيد ارحب فيهم جميعا. نبدا مع الاستاذ جاسم، يا هلا وسهلا فيك، نرحب فيك اليوم تتواجد في الرياض في هذا المهرجان. يا هلا ومرحبا، انا سعيد جدا ويعني تشرفت باني التقي فيكم والدعوه الشريفه هذه والكريمه اللي جاتني حقيقه، وانا اشوف هذه التظاهره الرائعة في عند الشباب بالذات وفرحتهم بهذا المهرجان، مهرجان السينما الخليجية أو الخليجي، المهرجان الخليجي للسينما، وهو طبعا إبداعات، عبر عن إبداعات الشباب، شباب معطاء. وأنا اللي شفته من حداثة في الأبنية وفي الشوارع وفي كل المعطيات هذه، ولكن شفت شيء أكثر من هذا، شفت العطاء، عطاء الشباب السعودي ومشاركته في هذا المهرجان والإبداعات اللي شفتها الحقيقة أكثر من فيلم. وأنا سعيد بأني أكون موجود هنا بينهم ويكون في ليست روح من التنافس ولكن المشاركة والتعلم بنفس الوقت. أنا أتعلم من اللي أصغر لأن العقل لا يقاس بسن والعطاء لا يقاس بالسن، يعني فأنا يمكن أستفيد من برعم صغير ظهر في هذا المجال. استاذ وانت عملاق كبير واكيد لك ذكريات على القناه الاولى، بنرجع ناخذها بعد ما ناخذ الاراء. استاذ فاضل العماني اهلا وسهلا فيك، انت الان تشاركنا واكيد انت كاتب وكتبت في السينما كثير. والله اول شيء انا سعيد بوجودي بين جيلين صراحه، يعني الاستاذ جاسم لا بس من الاجيال الكبيره جدا، وطبعا احنا لما نتكلم عن الفن والسينما في الكويت طبعا هذا موال كبير جدا. طبعا المهرجان هذا مهرجان رائع، خلانا نلتقي بالفنانين من كل الدول العربيه، صحيح وموجه الى السينما الخليجية ولكن أيضا الحضور من كل الدول العربية. أنا أعتقد السينما لغة عالمية وقيمة حضارية مهمة جدا، إحنا بالسينما نقدر نوصل رسائل، نوصل رسائل، نوصل نصائح بدل ما تكون مباشرة. السينما صراحة يجب أن نهتم فيها، إحنا ممكن أهملناها سنوات طويلة ولكن وجود المهرجان دليل على أنه في إنتاج، ولكن يجب أن نهتم بالإنتاج. إحنا صحيح في البداية نتكلم سعودية ولكن السينما الآن يعني هذا الدعم الكبير وبتواجد الأشقاء من دول الخليج، أنا الآن طبعا في تكامل، من شوي قال الأستاذ الكبير أنه يتعلم، طبعا هذا من تواضع فيه ولكن هو تكامل كبير بين دول الخليج. دول الخليج في دول سبقتنا في السينما والآن في تكامل كبير جدا. الآن تشاهد فيلم سينمائي خليجي أنت ما تعرف الممثلين من وين، من كل دول الخليج. أجل نروح للخالد، يا أهلا وسهلا فيك خالد، أدري أخرناك. لا حياك الله. عندك تحكيم أعتقد صحيح؟ لا 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 عندي بس ولا طيب كيف شفت التجمع الخليجي الكبير؟ هذا طبعا يعني هذا احنا من حسن حظنا احنا نتواجد في مثل هالتظاهرات الجميلة الشبابية هذه، وهذا المهرجان الرابع اللي هو وقف لمدة 6 سنوات وعودته اليوم أنعشتنا من جديد وعززت فينا روح المشاركة. يمكن أنا شاركت في آخر مهرجان اللي هو قبل 6 سنين في فيلم كان اسمه عتيج في أبو ظبي، الدورة اللي كانت في أبو ظبي، واليوم هي موجودة في الرياض. أنا سعيد جدا اليوم أن الرياض تحتضن مثل هذه المهرجانات وتهتم، اليوم قاعد نشوف الرياض ونشوف المملكة قاعدة تهتم في الشباب الخليجي بشكل عام وتعطي المجال السينمائي، المجال المسرحي، المجال التلفزيوني، كل مجال فني
الفني قاعدة تدعمه، وقاعدين نشوف الطاقات هذه اللي كنا نطالب فيها اليوم احنا قاعدين نشوفها. نتمنى إن شاء الله احنا يصير في عندنا كاستنج اللي هو للسينما. نحتاج هو التعاون يكون في أفلام خليجية، ما نقول مثلا هذا فيلم سعودي أو هذا فيلم كويتي أو هذا فيلم، ودنا إحنا كلنا يصير في عندنا فريق واحد، وهذا الفريق هو يمثل الخليج، دول الخليج، لأننا متقاربين إحنا. وأيضا السينما تحتاج إلى الأعمار المتفاوتة من الفنانين، أعتقد هني راح تصير عندنا مساحة وبيئة وجبال وبحار و عدد على شفنا كثير اعمال سعوديه كان فيها اسماء خليجيه كبيره، والعكس ايضا صحيح. اجي خبرك لابو سجاسم ذكرياتك مع القناه السعوديه. انا عشان الكاميرا انا تعبت بندر اليوم في ذكرياتي قديمه جدا. تحب الشرقيه صحيح؟ يقول لأن الشرقية تسمى الكويت، فأكيد هو من عشاق قريبة ومن عشاق السعودية بشكل عام. إحنا ولو كنت من الكويت أو الأخوان من عمان من البحرين، بس كلنا نحمل هوية واحدة وهي هوية الإنسان الخليجي الذي ينتمي إلى دول مجلس التعاون. إحنا حتى في تعبيرنا في أفلامنا عن هويتنا وعن هذا نحمل كلنا هم واحد وقضية واحدة، وهي تواصل مع العالم برا بمفردة واحدة، بمفردة هذا الوقت وهذا اليوم. نقول لهم احنا قادرين ان احنا ننقل لكم كذلك ثقافتنا بأسلوبنا الرائع بالسلام، السينما سلام والفن سلام وكل الفنون عموما. فاحنا عندنا مخزون كثير من في تاريخنا العربي والإسلامي يجب أن ننقله للآخرين، يجب أن ننقله إلى الآخرين. كما إحنا يعني نستورد ثقافتهم، لا، إحنا علينا أن نصدر ثقافتنا. الله يعطيكم العافية، أنا سعيد فيكم جميعا، والحديث والله يطول معكم كثير لكن الحمد لله زمين بوقت. شكرا لوجودكم مع أستاذ جاسم النبهان، أستاذ فاضل العماني، أستاذ خالد البريكي، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم وشكرا لتواصلكم، وهذا دعم لنا وللشباب. يعطيكم العافية، شكرا لكم. نعم، عهد من المهرجان السينمائي الخليجي، كنا معكم في هذه التغطية المباشرة مع عدد من الأسماء، تحدثنا معهم عن المهرجان وعن ما يقوم فيه المهرجان من دعم للسينما أكيد السعودية وأيضا الخليجي. اليوم زي ما ذكرنا المهرجان يستمر إلى يوم الخميس، يوم الخميس هو الحفلة الختامية، وأكيد بيكون فيه توزيع الجوائز والفائزين بالأفلام السينمائية. أرجع لك عهد استكمال ديرتنا. تغطية مميزة جدا، شكرا لك يا فيصل، شكرا لكافة الأسماء والنجوم الكبار اللي كانوا حاضرين معاك فيها، جاسم النبهان، فاضل العماني، وخالد البريكي. يعطيكم ألف عافية وبالتوفيق لجميع الشباب المشاركين في هذا